غارة إسرائيلية جديدة تضرب مواقع للنظام وميليشيات إيران جنوبية سوريا. ومكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن قائد هيئة تحرير الشام أبي محمد الجولاني. ورغم دعوات الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي كورونا، مراسم العزاء في إدلب ما تزال قائمة. حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب. اليوم شنت إسرائيل ضربة عسكرية هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية داخل سوريا. غارة إسرائيلية هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد فقط، تستهدف مواقع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية في سوريا. مواقع، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن تتحرك مع الإسرائيليين لرصدها، مؤكدا دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في ظل التهديدات التي تمثلها إيران في سوريا على حد تعبيره. وكالة سانا التابعة للنظام نقلت عن مصدر عسكري أنه وقبل منتصف ليل أمس بعشر دقائق قامت إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية باتجاه محيط جبل المانع بريف دمشق وقرب قرية رويحينة جنوب قنيطرة، نافية وقوع خسائر بشرية. تجمع أحرار حوران قال إن القصف الإسرائيلي استهدف نقطة تتبع للواء 90 بالقرب من بلدة رويحينة في ريف القنيطرة الأوسط، تستخدمها الميليشيات الإيرانية في عمليات الرصد للمنطقة، مضيفا أن النقطة ممولة بشكل كامل من إيران وتشهد زيارات دورية لقادة من حزب الله اللبناني. كما طال القصف مجموعة مستودعات تشرف عليها ميليشيا حزب الله وإيران في المنطقة الجنوبية في جبل المانع بالقرب من مدينة الكسوة جنوب دمشق بحسب التجمع. إسرائيل كانت قد استهدفت قبل أيام قليلة فقط عدة مواقع للنظام والميليشيات الإيرانية، منها منظومات دفاع جوي ردا على زرع عبوات ناسفة قرب الحدود الإسرائيلية، وفقا لما صرح به أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وقالت وكالة سانا التابعة للنظام حينها إن القصف تسبب بمقتل 3 جنود سوريين. وبين غارة الأمس وغارة اليوم يبقى اللافت ربما تهديد إيران لإسرائيل عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زادة، حين قال قبل هذه الغارات بأيام قليلة إن هجمات الكر والفر في سوريا من جانب إسرائيل قد انتهى، وحين توعد بهزيمة أي محاولة إسرائيلية للنيل من دور إيران في سوريا. وهذا المزيد معنا العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري والاستراتيجي مباشرة من إسطنبول. مرحبا بكم سيادة العقيد، يعني أبدأ معك من حيث انتهى التقرير، كيف تقرأ قصف اليوم بعد ساعات فقط من التهديدات الإيرانية لإسرائيل وتحذيرها من تكرار استهدافها في سوريا؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. وعليكم السلام. يعني ليست المرة الأولى التي تقوم إسرائيل بقصف المواقع التي تدفع لإيران ولميليشيات إيران وكذلك للنظام الحالي لهذه القوات الخارجية عن القانون بالمعنى الدولي. لذلك نرى أن إسرائيل بعد قصف أمس يوم الأربعاء عدة مواقع بحدود 8 مواقع شملت منطقة الجنوب القلمون محيط دمشق، مقر رئيسي لتستخدمه القوات الإيرانية بالإضافة إلى مستودعات. تم اليوم قصف موقع آخر وهو موقع محصن جدا، موقع جبل المانع المشرف على مدينة الكسوة وعلى ضمن قطاعات الفرقة الأولى لقوات النظام، ويتواجد في هذا الجبل قوات الرادار والدفاع الجوي والصواريخ ومدفعية ممكن أن تصل إلى مواقع عديدة هي منطقة حاكمة، كذلك منطقة رويحينة التي هي
جانب مدينة القنيطرة تتواجد فيها قوات إيرانية. إذا المنطقة كلها تشغلها قوات تابعة لإيران وميليشيات إيران من حزب الله وسرايا التوحيد وغيرها من هذه المنظومات. كل التلال المتواجدة في منطقة القنيطرة من حدود الجولان وحتى منطقة غباغب تشغلها سرايا وفصائل من قوات تابعة لإيران، وهي تقع بعضها في قطاع الفرقة الأولى والفرقة السابعة وكذلك اللواء 90 المتواجد في تلك المنطقة والذي هو مكلف نطاق حيطة بالنسبة للجولان. طيب هل لديكم معلومات سيادة العقيد عن الأسلحة ربما التي تم استهدافها داخل هذه المناطق، وبرأيكم ما الرسائل، بالعودة أيضا للسؤال مرة أخرى، ما الرسائل التي تريد إسرائيل إرسالها بعد التهديد الإيراني، يعني ضربتان خلال أقل من أسبوع واحد؟ إسرائيل تريد أن توجه دائما رسائل لإيران وللنظام الأسد بأنها معنية بعدم تمكين إيران من بناء قاعدة عسكرية ثابتة في سوريا واستهداف كل الأسلحة الحديثة والمستودعات والقيادات التي تتواجد في تلك المنطقة. كذلك رسالة إلى نظام الأسد بأن إسرائيل ستعاقب هذا النظام باستهداف منطقة جبل المانع أو عدة مواقع للدفاع الجوي لنظام الأسد، لأن النظام هو من استدعى هذه القوات وهو من يشكل الغطاء القانوني لهذه القوات. هذه هي الرسائل الإسرائيلية. لذلك نرى بأن إسرائيل عندما تستهدف اليوم هدف وغدا هدف بأن قوات الاستطلاع التي تستخدمها إسرائيل الأرضية والجوية والإلكترونية وغيرها ربما تجد هدفا ثمينا تقوم بقصفه. إذن كل هذه المواقع هي تشغلها قوات، ربما أتت قوات جديدة إلى منطقة رويحينة يتم استهدافها من قبل إسرائيل، لأن إسرائيل تريد أن تكون منطقة الجنوب خالية. يعني خالية من الوجود الإيراني تهديد لتهديد للأمن كما تقول الأمن القومي الإسرائيلي. أشكرك جزيل الشكر العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من إسطنبول. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن صعوبة التي يواجهها بشار الأسد في الحفاظ على سيطرته في المناطق التي يقول إنه عمل على تهدئتها. هذا وأشارت الصحيفة إلى تصاعد التوترات في درعا الشهر الماضي، وخاصة الاشتباكات التي حصلت بين أبناء مناطق في درعا مع قوات النظام عقب اغتيال القيادي السابق في المعارضة أدهم الكراد، معتبرة أن الوقائع الأخيرة هي أحدث تحد لسلطة الأسد. جددت وزارة الخارجية الأمريكية تذكيرها بالمكافآت التي أعلنت عنها سابقا عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة، مقابل الإبلاغ بأية معلومات عن أبي محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام. وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على تويتر: الجولاني يتظاهر بالاهتمام بسوريا، لكن الناس لم ينسوا جرائم تنظيمه، وفقا للبرنامج، مضيفا أن من يقدم معلومة عنه سيحصل على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ عباس شريفة الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية مباشرة من إسطنبول. مرحبا بك سيد شريفة، يعني ما هي دلالات المكافأة الأمريكية لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، وما دلالات أيضا التذكير بها بعد ساعات فقط من إعلانها؟ بداية تحياتي لك وللإخوة المشاهدين. دلالة الحدث أو ما تم نشره عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن محمد جولاني لا تعد كونها رسائل سياسية تستهدف يعني تركيا بشكل أساسي، باعتبار اليوم أن تركيا هي المعنية بمنطقة إدلب أمنيا وعسكريا بسبب تواجد الجيش التركي في هذه المنطقة، خصوصا أنه نحن نعرف قضية التعامل الأمريكية مع ما يسمى هو تعامل سياسي،
وليس تعامل لا قانوني ولا تعامل أمني، بمعنى أنها ورقة تحركها الاستثمار السياسي. السياق الزمني اليوم الغريب فيه أنه نحن أمام تبدل في الإدارة الأمريكية، في إدارة يعني ذاهبة الإدارة الجمهورية وإدارة قادمة هي الإدارة الديمقراطية. على ما يبدو أن الجمهوريين يعني ربما يريدون تعقيد المزيد من الملفات على الديمقراطيين القادمين إلى المنطقة، وهذا التصنيف يعيد التساؤل من جديد، هل يمكن يعني ويدحض رواية إمكانية رفع هيئة تحرير الشام عن قوائم الإرهاب، أو ربما هي إشارة أن المشكلة هي في شخص الجولاني. اليوم لم نعد نسمع الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن هيئة تحرير الشام كتنظيم، كأنها تريد أن تجعل المشكلة هو فقط في أبو محمد جولاني. لا شك أن الكلام أيضا هذا الكلام في هذا السياق ربما يعطي ذرائع لروسيا وتستغل هذا الكلام من أجل شن يعني تريد يعني هل أمريكا يعني توفر ذرائع للروس؟ أنت تحدثت عن إدارة أمريكية جديدة هنا، هنا كيف ستكون سياسة واشنطن تجاه إدلب؟ هناك فرق بين قصد توفير الذرائع وبين الاستثمار الروسي للنشرة الأمريكية عن مكافأة، واعتبار أن هناك لا يزال إرهاب، وهذا بشهادة الولايات المتحدة الأمريكية أن ما يتحكم بإدلب هو يعني رجل على رأس تنظيم هو إرهابي ومطلوب للعدالة. أو ربما يعني يبحث الجمهوريون عن تحقيق نصر إعلامي قبل مغادرتهم للبيت الأبيض، ونحن نتذكر تماما كيف كان يعلن عن جوائز لمن يدلي على البغداد ثم قتل بعد فترة. ربما يفكر يعني ترامب بقتل الجولاني، خصوصا أن الجولاني يعني لا يختفي وليس بحاجة لمن يدلي على معلومات. الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى رجال لا يحملون هواتف ولا يتحركوا، لا أحد يعرفهم بأسمائهم ولا بصورهم، وتم قتلهم واستهدافهم، الشعب السوري لا يعرفهم. محمد جولاني غير متخفي، ويتنقل في الأسواق ويزور مطاعم الفول والحمص ويحضر المجالس العشائر ويقوم بالنشاط الإعلامي ولا يضع الهاتف من يده، يعني إمكانية الوصول هي متيسرة. لكن على ما يبدو أن هناك يعني بحث عن نصر إعلامي كما حقق يعني ترامب هذا النصر بقتل البغدادي وإعلان ذلك في زمن يريد أن ينهي فترته، ربما يعني باغتيال أبو محمد الجولاني بشخصه لما يحمل من رمزية قد تحسب لسجل ترامب في الإنجازات الخارجية. طيب هنالك التي يبحث عنها. نعم هنالك أيضا من يتساءل، أليس من الأجدى أن تدعم واشنطن فصائل المعارضة إن صح التعبير لمواجهة تحرير الشام بدل الإعلان عن مكافأة مالية تصل لهذا الرقم؟ نعم هذا الكلام يعني ممكن أن يكون منطقيا لو أن الفرضية الصحيحة هي فعلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنهي تحرير الشام أو تريد القضاء على الإرهاب. القضية لا تعدو أنه الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية تتعامل مع ملف الإرهاب على أنه ملف يحتاج إلى إدارة واستثمار وليس إلى إنهاء. لذلك في الفترة الماضية كانت راضية الإدارة الأمريكية تماما عن الدور الذي قامت به تحرير الشام. تحرير الشام أعلنت فك ارتباطها بالقاعدة، بدأت بحرب استئصال على التنظيمات الأكثر تطرفا في إدلب، بدأت بخطاب اليوم عم بيمسحوا من شوارع إدلب حيطان المدارس الشعارات التي تدعو إلى الجهاد وتحرّب الديمقراطية والأرجيلة وتكفر العلمانية. يعني كل هذه الإجراءات التي تقوم بها هيئة تحرير الشام يبعد يعني يجعلها صراحة بعيدة سلوكيا، يعني خصوصا أنها لم تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية وحصرت معركتها مع النظام. نعم أكتفي معك بهذا القدر لضيق الوقت، وأشكرك جزيل الشكر أستاذ عباس شريفة المختص بشؤون الجماعات الإسلامية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. هيئة الإذاعة البريطانية تدرج أسماء ثلاث نساء سوريات ضمن قائمة النساء الأكثر إلهاما في العالم.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف تأتيكم من قناة حلب. اليوم نقلت الفرق المختصة بالدفاع المدني السوري 18 أشخاص من المراكز الطبية والمشافي الخاصة بحالات فيروس كورونا في محافظة إدلب وريف حلب، ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية. وفي آخر إحصائية نشرتها مختبرات الترصد الوبائي، فقد تم تسجيل 200 إصابة جديدة بالفيروس، حصيلة تعتبر منخفضة مقارنة بإحصائيات الأسبوع الفائت، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 14698 إصابة، فيما تماثلت للشفاء 107 حالات. رغم اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا وتزايد عدد الوفيات في مدينة إدلب، مراسم العزاء ما تزال مستمرة، ويتخللها أيضا المصافحة والعناق والتقبيل. لم تغير جائحة كورونا العادات والتقاليد المتبعة في مراسم العزاء في الشمال السوري، على الرغم من تزايد أعداد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس المستجد، فما زالت بيوت الشعر تنصب بكثرة في أحياء مدينة إدلب، وتقدم التعازي بالمصافحة والقبل والعناق مع اتخاذ إجراءات خجولة لا تتناسب مع حجم الوفيات اليومية. يعني مثلا النهار كنا نركب أول قبل كورونا، كنا نركب مثلا بنهار بيت أو بيتين، هلأ عم يحكي لنا نهار مركب فيه 6 بيوت أو 7 بيوت، وكان من عندي أو من عند غيري، وكنا بنشتغل في المصلحة كنا 2 بكل محافظة إدلب، هلأ تجاوز عددنا 6. ومن كثر الإقبال عليهم والطلب عليهم اضطرينا نفصل أو نستعين بصيوانات المناطق المجاورة لمحافظة إدلب. 3 أيام متتالية يتوافد فيها الأقارب والأصدقاء إلى بيوت العزاء، يتخلل بعضها تناول القهوة بثلاثة أو أربعة فناجين لعدد كبير من المعزين، إضافة للموائد الجماعية والجلوس بشكل متقارب داخل خيمة العزاء. يا أخي أنت شاب، إذا انصبت بكورونا رح تشفى، لكن إذا انصبت بكورونا ونقلت العدوى لأبوك أو لأمك أكيد رح تكون قد أجرمت بحقهم. لذلك يفضل من الجميع حتى الشباب اتخاذ إجراءات الوقاية، لأنه أنت ممكن مناعتك تقضي على الفيروس، لكن والدك أو والدتك أو ستك ما رح يقضوا على الفيروس ورح يعانوا من مشاكل صحية عديدة. يحذر أطباء من التجمعات في كل الأماكن بما فيها بيوت العزاء وصالات الأفراح، كما دعا ناشطون في مدينة إدلب لاستصدار قرار يمنع مراسم العزاء واقتصارها على المقربين والاعتماد على وسائل التواصل للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا. عملية التعزية بصير أيضا النقل، يعني أنت من أهله للمتوفى المصاب بفيروس كورونا أكيد ممكن تكون ناقل أو مصاب، ففي هاي العملية التعزية بتكون لأكثر من 100 شخص، فالنقل بيكون بشكل أكبر والانتشار بيكون بشكل أسرع. يعني في مشهد متكرر يتساوى فيه الموت مع الحياة، فالموت واحد ولا فرق لدى المدنيين هنا بين الموت قصفاً أو جوعاً أو مرضاً. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مدينة إدلب. قال مدير الهيئة العامة للطب الشرعي التابع للنظام زاهر حجو إن هناك زيادة بمعدل حالات الانتحار في سوريا، موضحاً أن الطبابة سجلت 172 حالة انتحار حتى 15 من تشرين الثاني الحالي، وفقا لما نقلته إذاعة الشام اف ام الموالية. هذا وأشار إلى أن محافظة حلب تصدرت القائمة بتسجيل 30 حالة انتحار، تليها محافظة اللاذقية ب 29 حالة، ثم محافظة دمشق ب 27. وأوضح طرق الانتحار المتبعة إذ سجلت 74 حالة شنق، تليها 36 حالة طلق ناري، و 33 حالة تسمم، و 22 حالة سقوط. قال البروفيسور الأمريكي بالاقتصاد ستيف هانك إن نسبة التضخم في سوريا بلغت 287% لتحل بالمرتبة الرابعة عالميا خلف فنزويلا ولبنان وزيمبابوي على التوالي، وفقا لما نقل موقع روسيا اليوم. في حين نقلت صحيفة الوطن الموالية لنظام الأسد عن الخبير الاقتصادي عبد فضيلة قوله
إن كل من يعمل براتب في مناطق سيطرة النظام أصبح ضمن الشريحة الفقيرة، مؤكدا أن الحوالات الخارجية تساعد المواطنين في ظل الغلاء المرتفع. وتعاني مناطق النظام من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار يرافقه تدهور في الأوضاع المعيشية، إضافة لارتفاع نسبة البطالة. تعيش خمس أخوات فقدن نعمة البصر في ريف إدلب الغربي ظروفا إنسانية صعبة جدا في ظل النزوح وعدم القدرة على دفع تكاليف علاجهن. احنا سبع بنات طلعنا من ابو ظهر من شي 4 سنين، صار غصف وما نقدر، طلعت هالعالم طلعنا معاها، جينا لهين جينا للحلول سكننا. الزلم هذا راعي البيت بتركيا وانطانا اياه سكننا هين. احنا سبع بنات وانا اللي قايمه بخواتي، اطبخ لهم واجلي لهم واكنسلهم وكل شيء، واخوي هالاخويا وحيد لما يصير له شغلة يشتغل، لما ما يصير له ما يشتغل، وما عنا يعني مصاري إذا كلهن ما يشوفن، ما عنا مصاري نطلعهم برا على تركيا ولا على شيء مطرح نعالجهن. يعني لما أنا ما موجودة يا أخي ما يحسنن لا يقومن ولا يشتغلن، ولا إذا ماني موجود ويهن بالبيت ما يقدرن يشتغلن أي شغلة. يعني لما أنا موجود بالبيت شوي أساعدهن يقدر يقومن يجلن شوية يمس شطفن يشتغلن شغلة، بس لما ماني موجود ما يقدر يشتغلن أي شغلة. أنا اللي أطبخ لهن وأنا أجلين وأنا كل شغلة أسوي لهن إياها. أنا اللي عمل لهن وأنا اللي أطعمهن، وأنا ما شفت تو شون يجلوا شون إلا أقف فوقهن الشطف إلا ودي أقف فوقهن. يعني ما يحسن لا من تطلع الشمس، يعني حتى على الشمس ما يحسن يطلع من برا، بس بالفيل من ما بيضوا. يعني حالته يعني والله ما أقدر أوصف لك إياها. يعني مشوف خواته دحق سبعة ولا يشوفن ولا يروحن ولا يجي، صعبة حالته. أطلقت منظمة إنسانية مشروعا سكنيا في محافظة عفرين شمالي حلب لتوسعة مساكن العوائل الكبيرة للنازحين بإعطائهم غرفا مسبقة الصنع. المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير. بخطوات متعبة تدخل أم أحمد غرفتها الجديدة. أم أحمد نزحت من ريف حلب الغربي إلى مدينة عفرين شمال حلب، حصلت على غرفة مسبقة الصنع قدمتها لها منظمة بنيان ضمن مشروعها الذي أطلقته للتخفيف من ضيق المسكن على النازحين. سكننا بهالغرفة يعني كومة هي، والله يا ابن أختي يكونها كفاية بتلاقينا هي مثل عصر الجبل. إيه والله بعده نغازي يعني بعت لنا هالخيمة وقعدنا شوي يعني تفضفضنا. منيح الخيمة شو وضع؟ ابن أختي ميتين توسعنا شوي مليحة، أحسن ما تقعد تحت المطر. أمس شفت شخط صبي تفضفضنا شفضفضنا شوي، يعني في أنا يعني وفي أخوي الثاني وفي كمان كنا اثنين بركين في غرفة عنا، في براكنا فيها منيحة، بس يعني يكون يعني يدعمونا في شوية فرش في شوية يعني يجيبونا تدفئة كمان. المشروع يعد الأول من نوعه في منطقة عفرين، حيث تم بناء أكثر من 50 غرفة مسبقة الصنع للنازحين. الغرف مصنوعة من الفلين المضغوط ومجهزة بأسقف عازلة للماء وأرضية إسمنتية. الهدف من المشروع هو توسيعة أو نقل أحد على هالعائلات الموجودة في المنازل المكتظة إلى وحدة سكنية جديدة تم تركيبها في عدة مواقع. الوحدة السكنية هي عبارة عن خيمة إيكيا عازلة ضد الرطوبة والحرارة، وقمنا نحن بمنظمة بنيان بإعداد وتجهيز الأرضيات اللازمة لهذه الخيم وتركيبها ضمن الشروط والمواصفات الفنية للمشروع.
استقبلت منطقة عفرين خلال الأشهر الماضية عشرات الآلاف من النازحين جراء هجمات النظام وروسيا على ريفي إدلب وحلب، ما تسبب بأزمة سكن خانقة، وبات الحصول على مسكن من أصعب العقبات الموجودة في المنطقة. اكتظاظ سكاني تشهده مدينة عفرين مع استمرار موجات النزوح في الآونة الأخيرة، ما دفع المنظمات العاملة لتنفيذ مشاريع إسعافية تخفف من معاناتهم. ماجد العمر، حلب اليوم، مدينة عفرين. نشرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي قائمتها التي تضم 100 امرأة ملهمة حول العالم لعام 2020، بينهن 3 سوريات. وبحسب بي بي سي تسلط قائمة 100 امرأة الضوء على اللواتي قدنا التغيير وأحدثنا فرقا خلال هذا الوقت المضطرب الذي يعيشه العالم. وتشمل القائمة السوريات عالمة الفيروسات النباتية صفاء القمري والمخرجة وعد الخطيب ورسامة كتب الأطفال نادين كعدان. وبهذا نكون وصلنا إياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني الظاهر أمامكم على الشاشة حلب today tv.net. في أمان الله.